اصدقائي. اول شيء بغيت نقدم التعازي الحاره ديالي لرفيقي وصديقي احمد السيد السيالي اللي فقد اليوم الام ديالو الغاليه، الله يرحمها ويوسع عليها يا رحمن يا رحيم، والله يصبره ويصبر العائله الكريمه ديالو. وعزاؤنا واحد رفيقي العزيز، عزاؤنا واحد. اليوم اتصل بيا واحد صديق عزيز وفات البارح، وكان عنده واحد عندون ديال واحد لي فيزيير دو بروتيكسيون، الله يجازيه بالخير. ما الى ريستي انونيم دونك ني فولي با دير. دونك جي ريسو دي فيزيير دو بروتيكسيون اللي هما غيعاونوا الاطر الطبيه في المهمه ديالهم. دونك الله يجازيهم بالالف الخير، عطاونا 100 وحده اللي غادي نفرقوها على المهني الصحه ديال سبيطار سيد الحسن. دونك الشكر موصول لكل من عاون وكيعاوننا في هذه الظروف الصعبه. الله يجازيكم بالف خير، ونتمنى من الله الجائحه ان شاء الله تفوت ويخفف علينا ما نزال. وشكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم.